طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله، مجموعة الباحثين السودانيين. زي ما امبارح نوهنا أنه هيكون اليوم في ورشة عمل عن تقنية الشبكات المفتوحة، تقنيات الشبكات المفتوحة Open Networking Technologies. ويسرني ويسعدني أنه يكون معي زميل دكتور أحمد عبد العزيز. أحمد هو سفير منظمة الشبكات المفتوحة، مش كده؟ فدكتور أحمد إن شاء الله هيستلم، نعم هيستلم من هنا، نعم. وحيواصل مع الناس طبعا لو دار تحول هم دار هنا هنا دار. نعم نبدأ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية الشكر لسودانيز ريسيرش شير فاونديشنز على إتاحة الفرصة، وشكر خاص لأخونا الدكتور أنور. والورشة صراحة جات على عجل، التقينا أمس في مكتبة قطر وقررنا نعمل ورشة عن الشبكات المفتوحة، وكان المقترح هنا نتحدث عن الـ SDN، لكن بنهاية المحاضرة دي في بعض الفيديوهات موجودة في اليوتيوب حنوريكم اللينك بتاعه تتكلم عن الـ SDN بطريقة مفصلة، لكن انا اخترت انه الموضوع بتاع الورشه دي يكون عن الاوبن نتورك تكنولوجي، وحنشوف فيها مجموعه من التكنولوجي، وحنتعرف على منظمه الشبكات المفتوحه ورعايتها للانظمه مفتوحه المصدر المستخدمه في مجال الشبكات، واسال الله انها تكون مفيده للباحثين وللطلاب وللبروفيشنال في مجال النتورك والتليكومنيكيشن والكمبيوتر ساينس. نبدأ بإذن الله المحاضرة بتاعتنا. دي السلايد. المواضيع إن شاء الله اللي حنتناولها في المحاضرة زي ما موضح عندكم، حنتكلم عن ما هو الأوبن نتوركينج، أو ما هي الشبكات المفتوحة، ولماذا الشبكات المفتوحة، وحنشوف الترند الآن بتاع الشبكات المفتوحة إلى أين هو متجه، وبعد ذلك بنتكلم عن بعض التكنولوجي الآن هي موجودة زي الـ SDN والـ NFV والـ OpenStack والكورد وغيرها من تقنيات الشبكات المفتوحة. تقنيات الشبكات المفتوحة أو مصطلح الشبكات المفتوحة صراحة هو مصطلح بدأ حديثا تقريبا من 2012، ظهر مصطلح الشبكات المفتوحة، وانعقدت أول قمة للشبكات المفتوحة برعاية لينكس فاونديشن في 2012 تقريبا، تحدثوا عن مصطلح الشبكات المفتوحة. مصطلح الشبكات المفتوحة باختصار هو استخدام الأوبن سورس تكنولوجي في النتورك. طبعا الأوبن سورس تكنولوجي استخدامه قديم في مجال السوفت وير، في كل أنواع السوفت وير زي الـ ERP system، الناس بيستخدم الـ ODO الآن في مناطق كثيرة جدا، زي الأنظمة تحت حتى التخصصات زي الـ AI وغيرها، كل المكتبات والفريمورك زي الـ تنسر فلو بتاعت جوجل وغيرها أصبحت هي الآن مفتوحة المصدر. وصراحة أنا عايز يعني أتكلم شوية عن التقنيات مفتوحة المصدر في كل المجالات، هي الآن أصبحت الترند اللي الناس بتتجه له، سواء كان في أي مجال من مجالات الكمبيوتر ساينس، النتورك، التليكومنيكيشن، وحتى في مجالات السوفت وير ديفلوبمنت وغيرها. ولعلكم سمعتوا بآخر صفقة عملتها شركة IBM اللي هي استحوذت على ريد هارت، وريد هارت وصله هو لينكس بيس، وكانت يمكن أكبر صفقة في السنوات الماضية، حيث إنه IBM اشترتها ب 34 مليار دولار. وكذلك أيضا شركة مايكروسوفت مؤخرا اشترت جيت هاب، معروف إنه جيت هاب هو الريبوزيتوري أو المكان اللي موجود فيه والأوبن سورس، أو الناس بتطور في الأوبن سورس وبتخطوا في الجيت هاب. مايكروسوفت مؤخرا اشترت الجيت هاب، وغيرها من عمليات الاستحواذ اللي تمت من شركات كبيرة للأنظمة مفتوحة المصدر. إذا المستقبل هو يتجه ناحية الأنظمة مفتوحة المصدر بكافة أنواعها. لذلك أنا دائما أنصح الشباب والباحثين بأنه الناس تكون involved في التكنولوجي بتاعت الـ open source.
بكل أشكالها، وفي مشاريع كثيرة جدا جدا أنت ممكن تشارك فيها مع الـ developer ومع الـ community الشغالين في الـ open networking. لكن في فهم خاطئ شوية للـ open networking أنا عايز أصححه. الناس أول ما يقولوا open networking أو open source طوالي بيتبادر للذهن إنه هي مسألة free، والفري هي صحيح واحدة من المميزات بتاعت الـ open source، لكن الهدف من الـ open source ما هو مسألة إنها هي free أو ما فري. الهدف إنه الـ open source بيكون متاح للجميع، الـ community بتبدأ تطور فيه من مختلف دول العالم. يعني أنت في أي مكان ممكن تطور في أي تكنولوجي open source، وده أدى الـ open source صراحة القوة والانتشار في العالم. الناس كلها بدأت تتجه للـ open source، والناس بتطور وبتخد في الجيت هاب وبتخد في الريبوزيتوري المختلفة الموجودة اللي هي الآن متاحة للجميع. فالتطوير الجماعي ده هو اللي أدى الـ open source حقيقة القوة، وما هي مسألة إنه بس هو free ونحن نقعد نستفيد من المسألة دي في إنه هو ما مكلف ونمرق من سيطرة الشركات اللي بتبيع نسخ تجارية من البرامج. زي ما قلت لكم عملية الاستحواذ من الشركات الكبيرة دي بتتم، لكن يظل البرنامج اللي اشتروه هو open source والكوميونتي بتطور فوق، ولكن الشركات بتديه الصبغة التجارية فيما يتعلق بالسبورت أو الدعم الفني للمنتجات اللي بتستحوذ عليها الشركات المختلفة. وزي ما قلت إنه انعقدت أول، والقمة دي تحدثت عن الدعوة للاتجاه للأوبن سورس. القمة الأخيرة اللي هي كانت في أوروبا تحت الأوبن سورس، وفي القمة دي تحدثوا عن إنه أصبح واقع اللي هو أوبن نتورك سميت في أوروبا زي ما شايفينها قدامنا. وكل المشاريع بتاعت الأوبن سورس هي دائما بتكون برعاية لينكس، باعتبار إنه لينكس هو أكبر مشروع مفتوح المصدر في مجال الاي تي، يمكن اللي هو لينكس اوبريتنج سيستم معروف للجميع باصداراته المختلفه سواء كان اوبنتو في دورا وغيره. اللينكس هو يمكن اكبر مشروع زي ما قلت، وكل المشاريع الاوبن سورس في الغالب هي تقوم على اساس اللينكس او بتشتغل على لينكس اوبريتنج سيستم. حتى النتورك اوبريتنج سيستم لو مشينا للموقع ده اللي هو نتورك اوبريتنج سيستم، هنا عندنا ناس باكيت بوشر عاملين دراسة للنتورك اوبريتنج سيستم الموجودة في العالم، ووجدوا انه اكثر من 80% من النتورك اوبريتنج سيستم هي بيز للينكس زي كيومولس نتورك، ودي من التقنيات الواعدة جدا هي لينكس بيز. ايضا بيج سويتش كل التقنيات بتاعتها بيلت على اللينكس، ايضا اكيد ان اوبن نتوركين لينكس هي ايضا بيلد على اللينكس. وايضا عملاق الشبكات سيسكو الان الاي او اس بتاعه اكس اي و او اس ايضا هم لينكس بيس، بمعنى انه الاوبريتنج سيستم سواء كان موجود على سيرفر او موجود على ديفايسز بيكون في الاوبريتنج سيستم اللي هو لينكس اولا، بعد ذاك بينزل عليه ال النتورك اوبريتنج سيستم من الشركات. اذا الاساس في الاوبن سورس نتورك هو اللينكس، لذلك نصيحتي للشباب بانه الناس تتجه لتعلم اللينكس بتفصيل اكثر، لانه كل التقنيات دي تقريبا هي قائمه على اللينكس اوبريتنج سيستم واللينكس كيرنل. ايضا الشركات الكبيره زي سيسكو وغيرها اتجهت للاوبن نتورك. سيسكو عندها ما يعرف بالسيسكو اوبن نتورك انفايرمنت، وهي ايضا تقنيات مفتوحه. لكن في الشركات التجاريه التقنيه المفتوحه عندها شويه قواعد تختلف من الريال اوبن سورس الموجود في الواقع. سيسكو وجنوبر واتش بي وبيج سويتش كلهم بيستخدموا تقنيات مفتوحة المصدر، لكن جعلوها مفتوحة المصدر من خلال أو خلوها إنها تقدر أنت تضيف فيها من خلال ما يعرف بالأي بي آي. والأي بي آي يمكن هو أهم عنصر في عناصر الأوبن سورس، لأنه الأي بي آي بيطيح للديفلوبر إنه يطوروا أبليكيشن بيز السوفتوير الموجود. فنجد انه ايضا شركه ديل
زي ما قدامنا انه ديل الان اتجهت للاستثمار في الاوبن سورس ما يعرف بديل اي ام سي، وعرضوا منتجهم اللي هو اسمه فيرتشوال ايدج بلاتفورم 4600، وايضا هو بيستخدم تقنيات مفتوحه المصدر. ايضا اروبا اللي هي شركه اتش بي الان هي عندها ايكو سيستم للاوبن سورس، بيبدا من الاوبن ستاندر واوبن اي بي اي واوبن ايكو سيستم اضافه للاوبن سورس. ايضا شركه بيج سويتش زي ما ذكرت عندهم اوبن نتورك لينكس، و بالتأكيد زي ما قلنا لينكس فاونديشن هي الراعية، والآن لينكس عندها الكثير جدا من الحلول في مجال النتورك. يمكن الدخول على موقع لينكس فاونديشن و يعني معرفة هذه الأشياء. طيب نرجع لأنه ليه الأوبن نتوركين حقيقة زي ما ذكرت انه الاوبن نتوركينج بتيح مساله الانوفيشن او الابتكار في خدمات الشبكه باعتبار انها هي تقنيات مفتوحه المصدر، او حتى لو هي ما مفتوحه المصدر بتوفر اي بي اي للديفلوبر لتطوير خدمات مختلفه، وفيها جانب من الابداع والابتكار في الشبكه. وزي ما وريتكم في بعض المواقع السابقه الترند او الاتجاه ناحيه الاوبن نتوركينج تكنولوجي. الآن حنتكلم عن بعض التكنولوجي الموجود الآن، الريال تكنولوجي الموجود الآن اللي بتستخدم وفيها سوليوشنز زي الـ SDN والـ NFV والـ OpenStack والـ Cord. وحقيقة التكنولوجي دي هي كثيرة جدا جدا، لكن أنا اخترت أشهر وأكثر استخدام ومستخدم من مجموعة من الشركات. بالنسبة للـ SDN، الـ SDN هي اختصار لـ Software Defined Network، والسوفتوير ديفايند نتورك او المصطلح ده ظهر في 2011 عندما تم تأسيس مؤسسة اسمها مؤسسة الشبكات المفتوحة. ومؤسسة الشبكات المفتوحة هي مؤسسة مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمؤسسة دي تعني برعاية المشاريع مفتوحة المصدر في مجال الشبكات، وتأخذ المشاريع المفتوحة المصدر وتعمل استاندر لها وتقدمها للفندور المختلفين. زي ما شايفين قدامنا عندها مجموعة من الفندورز اللي هم شركات اتصالات وشركات نتورك مختلفة، لو ضغطنا كليك وممكن الشركات تكون بارتنر أو كولابريتر أو يعني متعاونة مع المنظمة في رعاية المشاريع مفتوحة المصدر، وتستفيد من المنظمة في أن المنظمة بتعمل استاندر، لأنه في النهاية لا بد من وجود استاندر محدد الناس تصنع على أساسه أو تعمل سوفتوير على الأساس بتاعه. التقنية بتاعت الـ SDN بدأت في جامعة ستانفورد كمشروع بحثي، وهنا عندنا وقفة إنه أهمية البحث العلمي صراحة، لأنه التقنية دي قامت على البحث العلمي اللي كان في جامعة ستانفورد في 2006. كان في بروجكت اسمه ستان، والبروجكت كان مطلوب من الطلاب إنه يطوروا بروتوكول جديد أو بروتوكولات جديدة، وقام الطالب قام أحد الطلاب لأنه هو يشتغل في شركة VMware، عمل شركة واستحوذت على شركة VMware، هو الطالب اللي قام بتطوير بروتوكول الأوبن فلو. وبعد تطوير بروتوكول الأوبن فلو اتجه البروفيسور نيك ميكوين إلى تأسيس مؤسسة الشبكات المفتوحة، وفي 2011 ظهر مصطلح SDN اللي هي كانت New Network Architecture، والمعمارية جديدة اتبنت عليها مجموعة من التكنولوجي. الفكرة بتاعت SDN هي فصل طبقة التحكم أو النتورك أوبريتنج سيستم من طبقة الفوروردين أو من الديفايسز اللي كان بتعمل فوروردين، وأصبح النتورك أوبريتنج سيستم في الغالب هو سوفتوير مفتوح المصدر بيتم تنزيله على أوبريتنج سيستم في الغالب زي ما ذكرت لينكس، وأيضا بيشتغل مع هاردوير سويتشز أو سوفتوير سويتشز. و من أشهر software switches اللي بتدعم الـ SDN هو الـ OVS اللي هو رقم 3 موجود من هنا، والـ OVS هو اختصار لـ Open Virtual Switch، وهو switch بيشتغل على الـ Linux kernel، وهو أحد مشاريع الـ Linux Foundation الكبيرة جدا جدا الآن موجود، وبيشتغل على الـ OpenStack، وبيشتغل على مجموعة من التكنولوجي الـ OVS. في SDN بعد ما هي ظهرت وبدأ الناس يستخدموها، ظهرت مجموعة من الـ Open Source Operating System أو Open Source SDN Controller، يمكن أشهرها هو الـ ONOS Open Network Operating System،
تم تطويره بلغة الجافا وتم تطويره في الأوبن لاب. والأوبن لاب هو لاب كبير جدا فندد من الحكومة الأمريكية يعمل على اكتشاف أو خلق حلول للنكس نتورك جنريشن أو شبكات الجيل القادم. واحدة من مخرجات اللاب ده هو طلعوا بالأونوس أوبن نتورك أوبريتنج سيستم، وهو الآن واسع الاستخدام، مستخدم من قبل كثير من الشركات وفيه منتجات وسوليوشن الآن يباع. أيضا الأوبريتنج سيستم الثاني اللي هو الODL الأوبن ديلايت. الأوبن ديلايت هو نتورك أوبريتنج سيستم أيضا أحد مشاريع لينكس فاونديشن، وهو من الكنترول الواعد جدا وواسعة الاستخدام. وبالمناسبة الـ ODL هو الآن البيز بتاع الـ controller أو الـ ACI الخاص بسيسكو، هو ODL. يعني سيسكو أخذت الـ open source وعملت عليه بعض التعديل وحولته لـ SDN controller تجارية، والآن هو مستخدم في سيسكو بصورة واسعة جدا جدا. ولزيد معلومات ممكن الناس تدخل على سيسكو ACI Application Semantic Infrastructure، وبتلقوا فيه مزيد من التفصيل عن استخدام الـ ODL. والآن أيضا سيسكو بدأت في سيرتيفيكت بتاعتها الأخيرة CCNA و CCNB، وحتى سيرتيفيكت خاصة بالـ SDN تضع المعايير والمفاهيم الأساسية بتاعت الـ SDN. التكنولوجي الثانية والكبيرة هي الـ NFV، والـ NFV هي اختصار لـ Network Function Virtualization. ودي تكنولوجي حقيقة ظهرت تقريبا في 2012 برضو عندما انعقدت قمة للـ SDN في أوروبا. أتكلم على الـ SDN والـ Open Flow، مجموعة من شركات الاتصالات جاد بفهم الـ NFV. فكرة الـ NFV هي برضو عملية بتاعت فصل، لكن فصل السوفتوير اللي كان موجود في ديفايسز قديم وتنزيله أو تسطيبه على ستاندر سيرفر. يعني زمان كان تيليكوميونيكيشن عندهم كثير جدا جدا من الديفايس، الديب باكج انسبكشن، الراوترز، ايدج وغيره من الديفايسز. الديفايسز دي فصلوها او اخذوا السوفتوير الموجود داخل الديفايسز دي وخلوه انه امكانيه انه يبقى سوفتوير يتسطب على اللينكس اوبريتنج سيستم او على الاوبريتنج سيستم. وبكده بيكون استفادوا فائدتين. الفائده الاولى هي تقليل التكاليف بتاعت إنشاء وتشغيل الشبكات. الفائدة الثانية هي عملية الـ Virtualization، لأن أنت مجرد ما تحول الـ Devices لـ Software وبينزل على Standard Server اللي هو بروسيس X86، فطوال الـ Virtualization جات وبقت متاحة في المسألة دي، وده بيقلل التكاليف كثير جدا على الشركات. شركات الاتصالات بتسعى للـ NFV ليه؟ لأنه الـ NFV بيقلل التكاليف، لأنه مؤخرا شركات الاتصالات تعاني من مشكلة في البزنس بتاعها باعتبار أنه الناس الآن اتجهت للـ Free Call Software، وبقى العائد من أو الدخل من لشركات الاتصالات قل جدا جدا، وبقت تنحصر في خدمات الانترنت. لذلك كثير جدا من شركات الاتصالات في العالم اتجهت للكلاود سيرفيس حتى انها تعوض العائد أو الربح اللي ضاع منها بسبب استخدام الفري سوفتوير. لذلك اتجهت لتقنيات الـ NFV، والآن كثير جدا من الشركات الكبيرة بتقدم خدمات للـ NFV أو للسيرفيس بروفايدر. التقنية الثانية هي تقنية الأوبن ستاك، والأوبن ستاك هو أيضا أحد مشاريع لينكس فاونديشن. والأوبن ستاك هو كلاود أوبريتنج سيستم. الأوبن ستاك هو كلاود أوبريتنج سيستم، ونحن بنعرف في النتورك عندنا التراديشنال داتا سنتر، لكن في أيضا حاجة اسمها الكلاود داتا سنتر. والفرق كبير جدا بين التراديشنال داتا سنتر والكلاود داتا سنتر. في الكلاود داتا سنتر بيكون في فيتشر ما موجودة في التراديشنال داتا سنتر، والآن كثير جدا من الشركات اتجهت لأنها تستخدم الأوبن ستاك في الكلاود داتا سنتر، سواء كان الداتا سنتر برايفت أو بابليك داتا سنتر، باعتبار أنه الأوبن ستاك هو عبارة عن سوفتوير وبيستخدم تكنولوجيا كثيرة زي الدوكر في الفيرشواليزيشنز، وهو مرن جدا في عملية الجنريت للسيرفيسز وعملية الستارت اب للفي ام وعملية السكيلابيليتي في النتورك. فبالتالي استخدام الأوبن ستاك أيضا بوفر على الشركات الكثير جدا من
الاستثمارات في انك تشتري فيزيكال سيرفر وتستخدم تكنولوجي زي الفي ام وير عشان انت تعمل فيرشواليزيشن. واتوقع في المستقبل القريب انه يكون الاوبن ستاك هو واحد من التقنيات المستخدمه او مسيطره على الكلاود داتا سنتر في العالم. التقنيه الاخيره هي تقنيه الكورد، والكورد قد كثيرين يكونوا ما سمعوا بالكورد. والكورد هي تكنولوجي او بلاتفورم تم تطويره في مؤسسة الشبكات المفتوحة. إذا مشينا لمؤسسة الشبكات المفتوحة ومشينا لأحد المشاريع بتاعتها حنلقى إنه في مشروع اسمه كورد. والكورد خلينا أشوف أقلب الشاشة أرجع تاني. الكورد زي ما شايفينه قدامنا وهي نتورك بلاتفورم، والنتورك بلاتفورم بتحتوي على مجموعة من التكنولوجي، بتحتوي على الـ SDN والـ NFV إضافة للـ Open Stack. ودي الارتيتكشر او المعماريه بتاعت الكورد، تحتوي على اونوس اوبريتنج سيستم، نتورك اوبريتنج سيستم في اداره الشبكه، تحتوي على اوبن ستاك باستخدام الدوكر في الفيرشواليزيشن. في التوب هنا بنلقى الاكس او اس، وده اللي هو سيرفيس اوبريتنج سيستم اللي هو بيعمل اوركستريشن للسيرفيسز. والكورد هي من التقنيات الواعدة، اتوقع انه في المستقبل كثير جدا من الحلول تكون مبنية على الكورد او المعمارية حقة الكورد. ده بريف كده عن التكنولوجي دي بصورة عامة. وزي ما ذكرت انه منظمة الشبكات المفتوحة هي بترعى مجموعة من الانظمة مفتوحة المصدر، ويمكن تلخيص دور المنظمة بتاعت الشبكات المفتوحة في إنها هي بتقع بين الأوبن سورس وبين الستاندرز. تاخد الأوبن سورس وتعمل له ستاندر وتقدمه للفيندور أو تخليه ستاندرلايز. وهناك كثير جدا من المشاريع زي ما ذكرت زي الكورد، الأونوس، البي فور وغيرها من المشاريع اللي بترعاها المنظمة. يمكن الدخول على موقع المنظمة بأنك انت تمشي opennetworking.org وبتلقى انه موقع المنظمة، بتلقى فيه السبيسيفيكيشن بتاعت البروتوكولات open flow وغيرها، بتلقى البروجكتات او المشاريع اللي بترعاها منظمة الشبكات المفتوحة. وفي الختام الواحد حقيقة بيحب يشكر يعني أخونا الدكتور أنور وسودانيز ريسيرشر فاونديشن على إتاحة الفرصة، ويأمل إنه إن شاء الله دي تكون بداية إن شاء الله، وحنتواصل إن شاء الله في محاضرات ممكن تكون عملية أكثر. وأيضا زي ما ذكرت في اليوتيوب، اللي عايز يخش على اليوتيوب في قناة يعني عملتها مؤخرا، القناة دي بشرح فيها، فيها الآن في تقريبا 7 فيديوهات ممكن الدخول عليها من هنا. نعم لا إشارة أجيب لي هنا إذا كده. نعم دي القناة هنا موجودة هنا في اليوتيوب، لو كتبت بس أحمد عبد العزيز SDN أنت ممكن تخش على القناة، وفيها تقريبا زي 7 فيديوهات بتشرح المفاهيم الأساسية بتاعت ال SDN. إن شاء الله حتتواصل فيها محاضرات عن ال NFV وعن ال Open Stack وعن الدوكر والOVS وكل التكنولوجيا الخاصة بالشبكات المفتوحة. ونسأل الله تبارك وتعالى إنه يفيد بها الناس. ولو في أي زول عنده استفسار يعني يرغب إنه يشتغل في المجال أو هو انترس في المجال إن شاء الله ممكن يراسلني. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم. طيب شكرا جزيلا دكتور أحمد. الحقيقة في عدد من الأسئلة هنا إن شاء الله حطرحهم عليك، لكن بتذكر لما كان مشينا قدمت إنت كان برزنتيشن في معلوماتية مع قطر فاونديشن هنا، ده كان اتكلمت على النتورك توبولوجي انه والله شكله بيبقى مختلف الاركتكشر بتاعه، وانه كثير جدا من الكنترولز في الانترنت من ناحيه بتاعت هاردوير قد تكون يوزلس في المستقبل. نعم. لانه بقت عباره عن سوفت وير. نعم. سوفت وير ديفاين، مش كده؟ نعم. فشنو الموضوع، شنو يعني كيف انه من هاردوير، من انه عندي راوتر وعندي سويتش وعندي هاب وبتاع، فجاه كده حيبقى الموضوع ده سوفت وير، شنو يعني الفهم ده، شنو ده شكله راديكال تشينج يعني. هو حقيقه التغيير هو كبير، وزي ما ذكرت في التراديشنال نتورك كان بيكون عندنا سويتش، والسويتش ده كان بيكون بداخله فيه اوبريتنج سيستم خاص بشركه معينه. وزي ما ذكرت انه السويتش عنده وظيفتين، هي وظيفه تحت الفوروردنج للباكيت، والوظيفه تحت الكنترول او التحكم في الباكيت.
في الـ SDN تم الفصل بين الوظيفتين، وظيفة التحكم اللي هو Network Operating System ووظيفة الفوروردين. بقيت الفوروردين موجودة في الديفايس، والتحكم موجود في سوفتوير خارجي، سوفتوير اللي بيتم تصطيبه على سيرفر، وغالبا السوفتوير ده يكون مفتوح المصدر. فالفصل ده هو اللي خلى انه عملية النتورك بقت مور سوفتوير اكتر من هاردوير. انت بعد بتحتاج انك انت تشتري سوفتوير بلايسن. على سبيل المثال شركة HP الان عندها SDN كنترولر ممكن تدير داتا سنتر كاملة، هي عبارة عن سوفتوير. انت بتشتري لايسنس بحجم الداتا سنتر اللي انت عايز تعمل بها، يعني تاخذ لايسنس داتا مثلا النتورك اوبريتنج سيستم اللي حيدير 50 نوت 60 نوت 70 نوت، النوت بنقصد بس سويتشات والراوترات. فانت بتشتري على اساس الحاجة دي، وبتقدر انك انت توسع مثلا فليكسبل جدا، ده توسع الداتا سنتر، ده تقلل في الخدمات بتاعتك. بيبقى هو السوفت وير هو لايسنس بيز يعني على السوفت وير. تمام. طيب في سؤال من يا شباب، لو في زول عنده سؤال، لو في زول عنده سؤال ولا حاجه يحط في الكومنتس، وانا ان شاء الله حنقول طوال لدكتور احمد هنا. طيب في سؤال لينكس ريد هات نفسه بالهند لكن السودان والسان اليو. طيب سي سي ان اي ديل اي ام سي التقنية الجديدة دي كيف ممكن الاستفادة من هذه التقنية في السودان؟ موقف السودان الان من هذه التقنية ده محمد عبدو. محمد عبدو مبدئيا كده طبعا في القارة الافريقية كلها في ممثلين بس، اثنين سفراء لمنظمة التقنيات اللي هو الاوبن نتورك تكنولوجي، مش كده؟ نعم. ONF Open Networking Foundation. واحد منهم دكتور أحمد، هو كان أولهم يعني، بعده جاب تجربة أفريقية. فأعتقد إنه لو في فائدة مفروض إنه دكتور أحمد يكون عارفه كويس ويوري الناس السي دي كيف إنه ممكن يمشوا فيها. طيب كيف ممكن الناس تستفيد من التقنية دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعني الفائدة من التقنية طبعا أكيد فائدة هي كبيرة. وأنا أول ما بديت أشتغل مع المنظمة مباشرة، يمكن أول محاضرة أنا عملتها كان في برج الاتصالات برعاية كريمة من دكتور يحيى وهنا دكتور أحمد عبد الله. عملنا ورشتين، الورشة الأولى كانت ورشة تعريفية عن SDN، الورشة الثانية كانت برعاية من منظمة الشبكات المفتوحة، وخشوا معي ناس من فرنسا، تكلمنا عن الكورد وإمكانية التطبيق بتاع الكورد. ونسعى الان ان شاء الله حتى مع ايضا مركز النيل ان نطبق بعض تقنيات SDN، وان شاء الله باذن الله تعالى السودان يستفيد من التقنيه دي فائده كبيره، ولا زال العمل فيها جاري لانه هو تحويل كبير صراحه، تحول من تراديشنال نتورك SDN نتورك، تحول كبير. واخواننا في وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات يعني مشجعين جدا على المساله دي، ونسال الله انه ييسر ونقدر نخدم بلدنا بالتقنيه دي ان شاء الله. لا اسي من غير حكومه هنا برايفت سيكتور، لو انا زول عندي شركه مثلا دار اعمل استفيد من التقنيه ده استفيد كيف؟ والله ممكن تستفيد. انا في المحاضره نبهت لانه الاوبن نتوركينج هي مشاريع كثيره جدا جدا، فانت ممكن تشارك في اي واحده من المشاريع. والاس دي ان هي في حد ذاتها هي كبيره، يعني انت ممكن تشتغل في الابلكيشن لاير، ممكن تشتغل في الكنترول لاير، ممكن تشتغل في الداتا لاير، ممكن تشتغل في الساوث باوند او نورث باوند انترفيس، لانه الاي بي اي الان متاح، فانت ممكن تعمل شغل في كافه المستويات تحت الاركتكشر تحت الاس دي ان. وبالتاكيد هي بتفتح افاق جديده، يعني على سبيل المثال شركه اتش بي في 2014 اطلقت ما يعرف بالاس دي ان اونلاين ستور او اس دي ان ابلكيشن اونلاين ستور. الاس دي ان ابلكيشن اونلاين ستور فكرته انه الناس تطور ابلكيشن وتحطه على الستور زي الابل ستور والاندرويد ستور، وهي بتقوم بعمليه البيع للابلكيشن. والان في كثير جدا من الهنود والصينيين والامريكان طوروا ابلكيشن وحطوها على البلاتفورم، ودي دعوه للناس لانه اي زول عنده موهبه في مساله البروجرامينج بيقدر يتعامل مع الاي بي اي، ممكن هو يعمل ابلكيشن يحطه في الستور. طيب شنو الريكويرمنت يعني البري ريكويزيتس؟ يعني انا المفروض اكون عارف شنو قبل ما اخش في الموضوع بتاع الاس دي ان؟ لو انا طالب بس في سنه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه، ولا الا اكون خريج، ولا الا اخذ لي كورس على نتورك، شنو المفروض اكون عارفه كحد ادنى؟ والله طبعا المعرفه الاولى طبعا هي معرفه الاساسيه بالنتورك والبروتوكولز بتاع النتورك واليه عمل النتورك بصوره عامه، ده مطلوب خلاص. وده ممكن الناس تلقاه في حاجة اسمها Network Plus، في شهادة اسمها Network يدرسوك أساسيات النتورك وأنواع البروتوكول وأنواع النتورك نفسها.
المعرفة الثانية صراحة إنه هي اللي حتكون بالنسبة لناس الناس المتخصصين حتى في مجال النتورك هي عملية الديفلوبمنت أو التطوير أو البروجرامينج، لأنه الآن الـ SDN مشت على البروجرامينج بصورة كبيرة، فأي شخص عادي يشتغل في مجال الـ SDN يجب إنه يكون ديفلوبر، أنا أقول بروجرامر لكن ديفلوبر، وبيقدر يتعامل مع تقنيات الـ API، وممكن أكثر لغتين استخداما في مجال الـ SDN أنا بنصح الناس بإنها تحاول تتعلمها هي لغة البايثون ولغة الجافا، دي اللغتين مهمة جدا، ومعرفة المكتبات الموجودة داخل البايثون داخل الجافا اللي بتتعامل مع الـ API والـ RESTful API والـ HTTP request وغير من التقنيات. فالبرمجة مهمة جدا جدا، وزي ما ذكرت اللغتين دي مهمة جدا جدا الواحد يتعلمهم، وهم متاحات الآن في الإنترنت، ممكن تتعلم بايثون وممكن تتعلم جافا بسهولة إن شاء الله. ممتاز جدا جدا. طيب أخوانا قاعد عارف التعليقات لو في أي سؤال، قال لو في guideline للتدريب والتطبيق، guideline للتدريب، هل أنت الفيديوهات بتاعتك بتاعت نادر في اليوتيوب دي حاجة ممكن يستخدم كتدريب وتطبيق ولا؟ والله الجزء الأول من الفيديوهات السبعة فيديوهات أنا قصدت أشرح فيه التقنية والترند بتاعها والحلول الموجودة في مجال الـ SDN، لكن ما دخلت فيها في مجال دي بتاع implementation أو تطبيق، لكن في دورتين انا نظمتهم في سوداكات عن البراكتيكال امبلمنتيشن للاس تي ان والاوبن فلو، وهي عباره عن كورس 30 ساعه والان انا راجع شهر 12 في دوره في سوداكات عن الاس تي ان والاوبن فلو، الدوره دي مدتها 30 ساعه لكن طبعا الدوره لازم تكون انت موجود في السودان وفي سوداكات تسجل عشان تحضر الدوره فيها تفصيل كثير عن استخدام السيميليشن والتعامل مع الكنترولر والديفلوب للنتورك ابلكيشنز، دي موجوده، لكن ان شاء الله قريبا اونلاين انا حابدا برضو اعمل بعض الدورات العمليه في مجال الاس تي ان. طيب اخونا قسوره قال لك انه التكنولوجيا ملاحقتها بقت صعبه جدا، الزول لو مش يشرب مويه يجي يلقى في حاجه جديده فاتته، ففعلا كلامه صحيح، في حاجات كثيره ظهرت جديد، مثلا الشبكات التواصل الاجتماعي دي لما ظهرت في البدايه كان ناس الماي سبيس وما اعرف هاي فايف وبتاع، فجاء الفيسبوك قلبوا اللي كله اسي في التقنيات زي مثلا بتاعت البلوك تشين والابلكيشنز بتاعتها في الكريبتو كرنسي وكده. هل بتفتكر انه الاس دي ان دي هي النكست بيج ثينج بالنسبه للمجال بتاع النتوركس ولا بس حاجه فورت لبن سايح عشان الناس ما تمشي تستثمر فيها وهنا وتيجي تطلع معايا؟ لينكس طلع بيك هيت، نعم لينكس البداية يعني فيرسس مايكروسوفت، الناس مش هتخسر مايكروسوفت وبتاع، جاء لينكس يعني بيجا هو الدومينانت في الحالة، فهل بيفكر الاس دي ان دي التقنية من شوفك كده كمتخصص؟ نعم والله تقنية الاس دي ان بالتأكيد هي تقنية واعدة، لكن صراحة لما تكلمت في المحاضرة تكلمت على الاوبن نتوركينج وقلت الاس دي ان هي واحدة من الاوبن نتوركينج، التقنية بتاعت الاوبن نتوركينج كثير، يعني ممكن اقول انا انه تقنيات الاوبن نتوركينج واستخدام الاوبن سورس في مجال النتورك هو المستقبل، لكن ممكن تجي حاجه بعد الاس دي ان حاجه بعد الان اف في، لكن الاتجاه الان استخدام الاوبن سورس اوبن سورس ابلكيشن او الاوبن سورس سوفت وير في مجال النتوركينج هو المستقبل، وممكن الخص انه المستقبل هو سوفت وير او ديفلوبمنت، يعني بي ديفلوبر ان شاء الله ما يكون عندنا اي مشكله سوفت وير از سيرفيس، نعم سوفت وير او سوفت وير ديفلوبمنت، في المستقبل تماما للسوفت وير، والسوفت وير جاي ياكل الهاردوير صراحه في المستقبل ان شاء الله، فالاستثمار لو بقى في السوفت وير ان شاء الله بيكون استثمار هو بالتاكيد ناجح، ولو بقى بيز على الاوبن سورس وانت تتعدل فيها حسب رؤيتك او حسب المتطلبات بتاعت الحاجه اللي انت فيها واللي انت سوليوشن اللي انت عايز تقدمه بيكون هو الشيء الافضل، وزي ما قلت هي الفهم بتاع الاوبن سورس نحن للاسف في السودان رابطينه بانه فري، هو ما في فري، ما فري دي ميزه للاوبن سورس، الميزه الكبيره للاوبن سورس هي الكوميونتي ديفلوبمنت للاوبن سورس، انه الناس من كل العالم بتطور وانت بتكون واحد من الناس دي، يعني ممكن تاخذ حاجه وتبدع فيها وتطور فيها بصوره كبيره، وبعد ذاك من حقك انت بعد ذاك تبيعها تجاري، الناس بتعمل كده انك تاخذ الاوبن سورس وتضيف فيه اضافات بعد ذاك بيتحول لتجاري. نعم. احنا كان جانا جون هول في تيدكس خرطوم في 2013، وهو طبعا الدايركتور بتاع لينكس انترناشونال، وجاء اتكلم عن الفري اند اوبن سورس سوفت وير هي الفوس، وبعد ذاك برضه صديفنا هنا في الباحثين السودانيين، صديفنا واحد من الزملاء الدكاتره المتخصص في الكرييتيف كومن لايسنس، يعني جيت توري برضه توري الديريفيتيفز المختلفه عن الـ عن الـ عن ال اسمه شنو ده
في سؤال هنا ده. ما مشكلة. فجيت أتكلم برضو عن الـ عن الاتريبيوشنز بتاعت الرخصة وكده وإلى آخره. طيب في سؤال، في سؤال هنا تقول شنو؟ قال لك الـ relation between الـ software defined networks والـ blockchain. ده جرير، جرير خوجلي. البلوكتشين ما عندي عنه ايديا كبيره لكن في علاقه بينه؟ والله انا ما عندي فكره، ما بقدر افتي ساي يعني. ما جرير ما نيجاتيف، ما عندنا اجابه لسؤالك ده حاليا، لكن ممكن الناس تبي تعمل عنه ريسيرش ولا كده. انا والله ما عندي فكره عن البلوكتشين اللي انت قلته ده، لكن البلوكتشين احنا عارفين الفكره بتاعته اللي هي السلسله بتاعت الـ بتاعت الـ بتاعت العمليات اللي بتكون اللي هي بلوك ورا بلوك ورا بلوك اوثنتيكيتنج ايتش اذر. العلاقه بين البلوك تشين شنو والاس دي ان، انا ما عندي فكره بصراحه، ما عندي فكره. البلوك تشين عارفينه، والاس دي ان بنحاول نفهمه اسم من دكتور احمد، يعني حاجه جديده علينا تماما. نشوف ان شاء الله نرد عليك. طيب محمد ابو ادريس الطريفي يوسف قال لك طيب مبرمج شاطر جدا، انا بشتغل ويب ابس ديسكتوب اي بي اي ما فيها مشكله، بشتغل نتورك بروجرامينج لينكس يونكس ويندوز سيرفر لوت، عايز ابدا اطبق عمل من وين ابدا؟ طيب لو عايز تطبق ما شاء الله يا محمد بصراحه عندنا بارده يعني. ما شاء الله عليك. لو عايز تطبق في مجال الاس دي ان في سيميليشن اسمه ميني نت، ام اي ان اي ان اي تي، لو كتبت ميني نت دوت اورج، ميني نت دوت اورج، ده سيميليشن. السيميليشن ده بتقدر تعمل بيه وسيموليت ل SDN network. وداخل SDN network اكيد بيكون في تنزل الكنترول اللي انت عايزه، وكل كنترول عندها API، زي انت بتقدر تتعامل مع الاي بي، انت كاتب انت بتتعامل مع الاي بي اي، فممكن انت تطور ابلكيشن بيز الكنترول اللي انت اخترتها. طبعا اي كنترول عندها اي بي اي وفي دوكيومنتيشن للاي بي اي، يعني هاو تو ديفلوب ابلكيشن على اساس الاي بي اي. ومعظم الكنترول بتستخدم حاجه اسمها ريستفول اي بي اي، ريستفول اي بي اي بيستخدموا فوقه ال HTTP request و HTTP response، وبكون الرسالة إما هي عبارة عن JSON message أو XML message لتطوير الابليكيشن، في الغالب هي الناس JSON message. ففي مكتبات في البايثون بتتعامل مع ال HTTP request وتتعامل مع JSON message، ممكن تستخدم المكتبتين دي أو الثلاثة مكتبات تقريبا هم، وتطور ابليكيشن، تطور firewall application، تطور routing بطريقة مختلفة أو forwarding بطريقة مختلفة. فممكن دي تكون البدايه، تنزل السيميليشن وتنزل الكنترول وتشوف الدوكيومنتيشن بتاع الاي بي اي وتشتغل عليه ان شاء الله. طيب بالنسبه للمسائل بتاع السكيورتي يا دكتور، السكيورتي قلت انه في السوفت وير بيس هتكون مور سكيور كده، شويه كلمنا عن الموضوع ده بارك شنو يعني. نعم هو السكيورتي طبعا واحده من الايشو الكبيره بتاعت الاس دي ان، انه باعتبار الناس قال السوفت وير ده في مشكلة ذاته في حد ذاته، إنه إذا كان النتورك أوبريتنج سيستم بقى سوفت وير الهاكن عليه بيوقف الشبكة أو بيسبب مشاكل كبيرة فيه. الشبكة طبعا المسائل دي عندها حلول كثيرة جدا جدا، وفيما يعرف بالديستريبيوتد كنترولر أو التيم كنترولر، يكون عندك أكثر من نتورك أوبريتنج سيستم بيدير الشبكة، إذا وقع واحد الثاني بيشتغل. لكن أنا في اعتقادي إنه الـ SDN هي في حد ذاته جات تعزز النتورك، لأنه في الاس دي ان تحولت النتورك من ديستريبيوتد لانها تكون سنترلايز، والسنترلايز نتورك حقيقه بيعزز السكيورتي، بيكون في كنترول كامل، في مونيتورنج كامل، في فيزيبيليتي كامله للنتورك، وده بيعزز النتورك او بيعزز السكيورتي في مجال الشبكات. لكن هو ايضا من مواضيع البحث اللي الناس محتاجه انها تشتغل فيها، وكثير جدا من الطلاب انا شغال معاهم الان شغالين في مجال السكيورتي بتاع الاس دي ان. تمام. في زول بيسال شغال في جامعه، هو شغال في جامعة المستقبل، دكتور أحمد موجود في جامعة المستقبل أستاذ مساعد هناك، وده فتح عثمان بيسأل عشان واحد قال يوصلكم ويستفيد من خبراتكم وعلمهم. أنا موجود في جامعة المستقبل وبالتحديد كده يوم الثلاثاء أنا خدت خاص يوم للريسيرش، ولو عايز تجيني في الجامعة أنا طلابي عندي كم طالب في جامعة الخرطوم وجامعة الزعيم الأزهري وجامعة النيلين، بيجوني يوم الثلاثاء يعني لو عندهم حاجه شغالين في مجال الاس دي ان، اي زول محتاج حاجه ممكن يجي يوم الثلاثاء، يعني يجي يوم الثلاثاء ارسل لي ايميل ويجي يوم الثلاثاء ان شاء الله انا متاح ان شاء الله. الايميل بتاعك موجود انت تحت مش كده؟ تمام ممتاز جدا. طيب يا دكتور احنا بنفتكر انه الاس دي ان دي او الاوبن
نتوركينج. يفترض انه يتعامل لها مجموعه خاصه بتاعت ريسيرش ولا ما بتحتاج؟ والله ممكن يشتغل في اطار المجموعه بتاعت الاي تي والاي سي تي اللي تعملها، اي ما لانه في فيها نحن عندنا مجموعات متخصصه يعني فرعيه من مجموعه الباحثين السودانيين، من ضمنها مثلا المجموعه بتاعت الانترنت اوف ثينجز والارتفيشال انتليجنس وكده للنشر في المجال ده للناس الباحثين اللي عاوزين. عندنا مجموعه بتاعت بلوك تشين ريسيرشرز للناس. اسي امبارح في ابراهيم اسامه ده رفع امبارح المشروع بتاع التخرج بتاعه عباره عن مقترح لعمله رقميه جديده السودان ديجيتال كرنسي. ففي مجموعات بتكون متخصصه على اساس انه الناس تكون مركزه في الموضوع وتتشارك الريسورسز واللينكس وكده. بتفتكر انه حاجه دي ضروريه لانه الحاجه في بدايتها يعني؟ والله مهمه طبعا، طالما هي في مجموعات زي دي بيبقى الاس دي ان ممكن يكون هو مجموعه ما في مشكله، وممكن الناس كل المهتمين في المجال ده نشتغل فيها المجموعه دي. وانا اول ما انتهيت من الدكتوراه كان في حاجه اسمها اس دي ان ريسيرش كوميونيتي عاملها واحد مصري، فانا راسلته قلت له يا اخي انا عايز اخش المجموعه. للاسف حتى الان ما رد علي ذاته، والمجموعه تقريبا ما اكتف. فنحن لو عملنا مجموعه بتاعت اس دي ان يمكن تكون من اوائل المجموعه في الفيسبوك ذات الان. كويس ممتاز. في مجموعه واحده في مصر لكن هي ما اكتف اس دي ان كوميونيتي، فممكن احنا نعمل مجموعه فرعيه من مجموعه الباحثين بتكون من اوائل المجموعات الخاصه في مجال الاس دي ان. ولو قلنا نوسعها خليها في مجال اوبن نتورك يعني خليها واسعة شوية، الناس اللي عايز يشتغلوا في SDN NFV، ناس الاتصالات اوبن ستاك ما بيشتغلوا في الكلاود وغيرها، خليها الاوبن نتورك. طيب معناها ذي يكون ان شاء الله ادارا ببدء مجموعه بحثيه في مجال الاوبن نتوركينج ما يعني متفرع من مجموعه الباحثين السودانيين، لاي شخص راغب في انه يعني يقرا اكثر عن المجال ويكون متواصل مع دكتور احمد في عبر المجموعه دي. ان شاء الله هنحط العنوان بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو ذاته. دكتور احمد يا اخي والله الله يجزيك كل خير، يعني ما قصرت، استفدنا من علمك كثير، تعلمنا منك يعني نيابه عن الناس اللي حضروا كلهم واستفادوا الان. اقول لك شكرا جزيلا وجزاك الله كل خير. بارك الله فيك. الله يسلمك. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.